ولكم كرمال عيونكم كبرنا الجائزة وضعفنا وصارت 2 مليون دولار. مسابقة الفل تعود إليكم. أنت بتعمل على الموبايل إيه يا ولد؟ أنا ببعت الأغ. أغا؟ أنت بتعرف أغواتها ود؟ مصطفى الأغا ما بتاع بطولة الحلم. يا ابني بطل الهبل اللي أنت فيه. مضيع فلوسك على المراجيح وشوية على المشاريع الفارغة وشوية على المسابقات اللي لا بتكسب ولا بتربح وفاكر نفسك فهلاوي. يا ابني أنت هبل وريالتك تملى طش. هو جلب أمور زوزة في منه في التلاجة ولا خلص؟ والنبي ما في التلاجة إلا دمك يا بعيد. أنا نفسي كده تاخد بالك من شغلك وتركز وتسيبك من الهبل ده كله، شغلك اللي هيعيشك. لا شغل إيه بقى يا ماما؟ عم أنا مش رايح البنك تاني. يا لهوي يا خدت فمنك يا رجاء، يا دي الشيلة ويا دي الحطة، رحنا على جمل وجينا على بطة. واحدة واحدة بس يا حاجة، بطة إيه وجمل إيه؟ أنا اشتغلت إنترنت بانكينج. نعم يا روح أمك، وده يطلع إيه ده؟ يعني هو هشتغل من البيت يعني عن طريق الانترنت، عن طريق بقى الموبايل واللابتوب وكده يعني. وعلى كده هيدوك فلوس؟ لا كروت شحن. اكيد يوم ما هيديني فلوس مش شغل يا حبيبتي. انا اول مره اسمع ان في واحد يقعد في البيت زي النطة ويلعب على الموبايل ويقبضه فلوس. الدنيا اتغيرت دلوقتي يا ماما، يعني دلوقتي شغال على النت وان شاء الله مرتبي هينزل اول كل شهر على الراوتر. الميزه بقى يا ماما في الانترنت ده ان انا هاخد مكافاه في عيد راس السنه الماليه. لا مدام راس السنه الماليه يبقى ربنا يجعلها هابي نيو يير عليك. يا صالح يا صالح ما تقوم تفتح عشان تكمل شله المعاتيه. بالراحه، بيوت الناس ليها حرمه. طب خلي بقى اللي خايف على حرمته وتترمل يكلمني ولا نص كلمه. يا صالح في ايه؟ خير؟ جايبنا على ملا وشنا. ايه ده بس عشان موجود؟ ايه ما جوه يا عادك؟ لا خش يا عم، في ايه؟ خش. السلام عليكم، زي حضرتك يا طنط؟ اخبار حضرتك ايه؟ ما شاء الله وشك منور بدر. قمر يا طنط. الا قول لي، هو ابوك لسه حرامي بياكل مال الغلابه ياض؟ حضرتك ليه يا طنط كل ما بتشوفيني بتقولي لي الكلام ده؟ ما اصل اللي عنده فلوس قد كده يبقى يا حرامي يا جاسوس. انت ابوك جاسوس ولا؟ بس يا طنط كتر خيرك، تسلمي. يلا بينا خش خش خش. يلا نخش. ايه بس ثواني بس، ندوق طبيخ الحاجه. ده رجعان هاوي والله. يلا اسود، انت بترمي السيجاره في الارض؟ عايز تولع لي الشقه؟ انت فاكرها الزريبه اللي انت عايش فيها؟ جرايا يا ام صالح. انت ايه ام صالح دي؟ هو انا الخدامه اللي بتنضف لكم البيت؟ ليه ماليش اسم تناديهولي؟ جرايا يا صالح، انا ساكت عشان خاطرك انت. لو النبي ما تسكتش، خش عليا يا عصب. عايز تضربني؟ جرايا يا ام صالح في ايه؟ ما تضرب انت. خلاص يا صالح، ايه ده؟ صلي على النبي يا صالح، صلي على النبي يا صالح. انا ساكت عشان خاطرك انت. خلاص يا حاجه، صلي على النبي. بس عايز ضيف برضه. وطي. لا هنضرب بالقلم. اوطي. لا وطي هات السيجاره. حاضر حاضر. اهي انت بتدهاني، روح ارميها في الزباله. روح ارمي ارميها في الزباله. خلاص 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 معلش يا صالح. خلاص بقى معلش، خش خش. اجري على الاوضه، اجري على الاوضه. يلا انت اتجننت يا صالح؟ عايز تسرق البنك؟ يا ابن اللعيبه يا فاجر، انا معاك يا نجم في المصلحه دي. مصلحة ايه يا متخلف؟ يا عم المصلحة دي طلع لنا بالميت 60,000 جنيه. 60,000 جنيه يا زيرو؟ واحنا رايحين نسرق ابو حدود بتاع الشاورما. يا عم سيبنا احلم. البنك يومها هيبقى فيه 15 مليون جنيه. يا نهار اسود ومنيل، 15 مليون جنيه؟ لا ده احنا نعمل نمرة ونغب على البنك واحنا كافلين بيها. انتوا كافلين بيها؟ انا مش هعمل كده. صالح انت عايز تسرق؟ عايز تبقى حرامي؟ انا ما قلتش سرقه، قلت هنستلف. عمليه استلاف. يعني انت عايز تقنعني ان احنا هنرجع الفلوس دي للبنك تاني؟ لا طبعا يا عمرو، احنا حراميه يا حبيبي. احنا هنستلف ال 15 مليون، هناخد منهم 10 ونقسمهم علينا كالاتي. انا 4 مليون وكل واحد فيكم 3 مليون. بس دي مش قسمه العدل يا نجم. تمام، خد انت بقى ال 60,000 وابقى من الحوار ده. لا خلاص انا راكب معاك في ال 3 مليون خلاص. هيبقى كام يا عموره؟ 5 مليون نحطهم وديعه في البنك، هيطلعوا لنا نص مليون جنيه في السنه. نرجع للبنك فلوسه خلال 30 سنة، هيبقى معانا كام؟ ال 5 مليون الوديعة نقسمهم علينا بالعدل، أنا 3 مليون وكل واحد فيكم مليون. ليه يا نجم؟ أنت واخد كام؟ 3. ودي مليون يبقوا كام؟ 4. وأنا واخد كام؟ 4. يبقى قسمة العدل ولا لأ؟ ظلمتك. شفت؟ لا أحلى شباب، اتفضلوا اتفضلوا. كده حسابكم 200 جنيه ها؟ زيرو ما بينساش. صباح الفل يا رجاله. جبين هنا يا زيرو. هنا يا احلى جبين لاحلى شباب، اتفضلوا مولعهم. النبي يا كابتن الله يخليك، مش عايز تبات على الارض ها؟ احترموا المكان ها؟ شباك مرلوله.
جبات مرلوله. ممكن شوكولاته يا عمو زيرو؟ شوكولاته وعم زيرو؟ انت فاكر يا ابن نفسك جاي سايبر بجد؟ قوم يا ابني انت طامن النضارات ده من هنا، امشي اتكلوا على الله، روحوا ذاكر لكم كلمتين ولا روحوا اعملوا اي حاجه، يلا انت قوم من هنا. استنى يا ابني، انت خد ابن سايب باطو صح؟ اه اقعد، انا شايف فيك مشروع شابح. اقعد اقعد العب وببلاش كمان. حاضر. جبات مرلوله، جبات مرلوله. زيرو ابو صالح حبيب قلبي، معايا حاجه حلوه قوي قوي. الله يخرب بيتك، انت مش قايل لك ورق شويه وخف؟ هتروح فيها لوحدك؟ واروح فيها لوحدي ليه يا اخويا؟ انت فاكر ال 3000 جنيه اللي بتاخدهم كل اول شهر دول من السايبر بس؟ لا اصحى فوق. ده انت هتفيحني ولا ايه؟ كده وريني كده برشام. انت مش قايل انك بطلت برشام؟ بطلت تعاطي، لكن انا دلوقتي اتجار بتاع ده حلو قوي. وايه اللي حلو قوي؟ واحد ودينا في ده. الله يخرب بيتك. الساعة لسه 10 يا جماعة، انتوا واقفين بدري ليه؟ على فكرة احنا كده بنخسر، ينفع الكلام ده؟ ينفع. تعالى بقى اقعد جنبينا، ما بنخسرش ولا حاجة. بعدين انا قايل مليون مرة يبقى في باسكت جنب كل كنبة. ارحم ارحم. ايه الاهمال ده؟ اوعى اوعى. احنا عملنا كام النهاردة؟ 70 جنيه. اهو بنخسر. ما هو لما كل يوم نعمل لنا 60 و70 جنيه، يعني ما بنحصلش في الشهر 2000 جنيه، يبقى بنخسر يا صالح. اهدى اهدى بس، امسك امسك افتضح. ما تبقاش كلام فارغ بقى. يا جماعه احنا عاملين السايبر ده علشان نجيب فلوس، انا كده اقسم بالله ما هجيب حتى ثمن الاجهزه اللي انا دافعها. اهدى يا عمور، اهدى، فلوسك هترجع لك وزياده ان شاء الله. اه زي ال 50,000 جنيه اللي قلت لي هتشغلهم لي في البورصه بقالك سنتين وبرضه بتقول لي هترجعهم لي. ده ايه يا عموره؟ هي بقت كده فلوسي وفلوسك؟ هنصب عليك انا ولا ايه؟ صالح مش فكر كده يا صالح، انا ابويا كل يوم بيمرمط بكرامه الارض عشان الفلوس دي. بعدين يا معلم احنا من ساعه ما اتخرجنا بنعمل مشاريع وبنخسر فلوس. طب اعمل ايه؟ مش بجرب، يمكن حاجه تنفق معانا ونقب على وش الدنيا وتستقل بقى عن ابوك. فكك بقى من حواراتك دي، خلينا نلعب ماتشنا على رواقه. حواراتي انا برضه. اقول لك العب، ادي الدراع لعمك عمرو، خليه يلعب. يلا يا حماد العب. بس يلا يلا هتلعب. عم زيرو حبيب قلبي، ايه انبسطت؟ اوعى تقول لي الدراع كانت معلقه. صباح الفل يا كبير. صباحك ابيض. الماتش خلص كام كام؟ بيت ما تنسيش تجيبي احلام وهند وكماليا عشان عندنا بكره بطوله. ايه ده؟ ما تركزش. هو ده بجد؟ اللي حصل ده بجد؟ ولا مين دول وكانوا بيعملوا ايه جوه؟ كانوا بيلعبوا ماتش. وانا ساذج يالا، ماتش ايه اللي اتدفع فيه الفلوس دي كلها؟ اصلهم كانوا بيلعبوا مالتي. صباح الفل. ايه اللي وصلنا للمرحلة دي بس يا صلاح؟ ايه اللي وصلنا للمرحلة دي بس؟ تلعب ايه؟ الأرسنال. تفضل. أيوة يا أستاذ سامي، خير؟ أنا أنت كنت عاوزنا. لا أبداً مفيش. كان في فيديو بس لسه جاي لي، مش عاوز أتفرج عليه لوحدي، فقلت أتفرج عليه معاكم. يا ابن اللعيبه هنا؟ ايوه هنا وفي اي حته، انا ما يهمنيش. انت يا انت مش بطلت الافلام دي من زمان؟ مش الافلام دي، ده فيديو صغير كده بعتهولي بتاع الامن، عاوز اتفرج عليه معاكم. ماشي يلا. شوف يلا بينا. ايه رايك كده؟ ايه ده مين دول؟ والله انا ده انا كنت مربط رباط الجزم. اه بص بص تعالى. ايه بقى ده؟ كنت مربط الفرد التاني. طب وكده؟ لا كده بيتفسد الكاوتش. هو مفيش كلام يتقال، ما هما فردتين جزمه. استاذ سامي انا هشرح لك كل حاجه. لا لا ما تشرحش، ما تبررش حاجه. زي ما انت شايف يعني انا بضحك واخد الموضوع هزار يعني. ايوه هو هزار اصلا. ايوه انا خدت بالي. انت عارف انا امبارح مروح الساعه 11 بالليل. انا بقى ما غيرت الاربع فرق واشيل في دي وادي في دي. مش كلها فرعانة زي الاول. انت مرفوض يا صالح. تضحك يا عم. مرفوض؟ طب انا اترفضت لوحدي ليه؟ الواد ده ما اترفضش معايا ليه؟ لا عملت له لفت نظر. يعني هو لفت نظر وانا اترفض؟ فير على فكره، انا ما فسدتش عجل، يعني انا كنت واقف جنبك بس. استنى انا ما بهزرش. سامي اسمي الاستاذ سامي، اتفضل روح اعمل اخلاء صرف وسلمه للاداره، بعد كده عدي على الحسابات خد بقيه مستحقاتك. ده لو لسه ليك مستحقات،
لاني خصمت ثمن الكاوتش. يعني انا بجد اترفدت كده فعلا؟ ايوه. طب انا اسف. تتأسف على ايه ولا ايه؟ انا ترفدني انا يا حيوان. انا ترفدني ايه ابن الكلب؟ اقفل الباب يا ابني. واقول له على انت كنت بتعمله على قفاب السكس اللي طلع على السيستم. انت فيها مواد بس بتاع الحاجات دي. فاكر بس كار مفيش بيه مفيش بيه. ما استناه استناني هاي وحسين او يتحرك من مكانه او يقل عقله ويبلغ البوليس. انا هعمل فيه زي ما عملت في الراجل ده. اللي انتوا بتعملوه ده غلط. دي مغامرة ممكن توديكوا في 60 داهية. رفع راسك يا اخويا اقعد. بس استاذ سامي الكلام مطلوب. اللي هيفتح بقه من غير ما اذن له او يعمل حاجة تضايقني او يعصبني هزعله وهزقه. يا استاذ جاموسة انا ما قلتش حاجة. الله. طب واحنا هنفضل قاعدين متكومين كده لحد امتى؟ اسكت انت يا وليا. هلا لا مؤاخذة يا نجم. اي ماما اموري. بقول يعني هنفضل قاعدين كده لحد امتى؟ والله يا ماما الموضوع ان شاء الله يعدي على خير كمان ربع ساعة كده ولا حاجة. بس انتوا تعاونوا معانا. تشربي حاجة يا ماما؟ حبة قصب. والسكر يالا عليك تاني و... حاضر يا ماما. طيب يا ابني. ابنك. لو سمحت. انا عندي مشكلة. اموري. اصلا انا عيانة وباخد دواء وميعاده قرب قوي. هو الدواء مش معاكي؟ لا اصله حقنه ولازم حد يدهاني. في العضل؟ ايوه. انا كنت شغال في صحه باب الشعريه. اشتري مني انا طبيب جراح. لا لا بس خلاص بس لا خلاص. انا قلت مفيش ادويه يعني مفيش حقن. لا بس انت ما قلتش. ايوه ما قلتش. انا بقول اهو خلاص مفيش حقن يعني مفيش حقن. يلا يلا. بتعمل ايه ده انا؟ والله يلا يا ابني يلا. عمرو. ايه اخبار عمرو؟ صالح قال لي صوتك انا مش سامع حاجه خالص. شش طب اتفضل وطي صوتك وطي صوتك. ايه؟ وطي صوتك. هو انا صوتي عالي قوي؟ اصل انا سامع نفسي بالعافيه. سامع نفسي بالعافيه. خلاص اهدى يا عمور يا حبيبي. كلها شويه وننزل الخزنه ناخد الفلوس ونتكل على الله. اتكل على الله ايه؟ انا من ساعه ما بدانا الموضوع ده وانا الوحيد اللي بيحصل لي كل حاجه غلط. فلوسي راحت. عربيه ابويا راحت. اتطرشت. اصبعي اصبعي يا صالح. معلش يا حبيبي اهدى يا عمورة اهدى يا حبيبي خلاص معلش. انا على فكره حاسس ان انا هموت هنا. انا هموت هنا. لا يا حبيبي. انا هموت هنا. بعد الشر عليك يا حبيبي. ما تيجي نمشي. والنبي نمشي. يعني ايه نمشي يا عمرو؟ احنا جايين رحله يا حبيبي. خلاص كلها شويه وهنتكل على الله ونمشي. خلاص خلاص اهدى. كله بسبب الحيوان ده. قايل لك من الاول هيودينا في 60 داهيه. ايه بتقول ايه على صوتك؟ انا اترش نهائي. لا لا انا اترش الاول. كنت بسمع تشوش بس مش بسمع تمام يا سيدي. لا ده بيشتغلك ما بيتكلمش اصلا. لا 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 من غير ضرب من غير. يا جدعان 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 بصرة.
ايه اللي انت بتعمله ده؟ قلعت ليه؟ زملاء يا ابني خلاص بقول لك حراميه. ايه قلعت؟ مالكش دعوه بيا. اثبت شاطر انت وهو. اللي هيتحرك مكانه هفجر نافوخه. ليه؟ ليه يا حبيبي؟ هو عزا؟ يا ابني بقول لك خلاص. ما انت خايف من ايه؟ ما انت لابس الجوانتي. ارمي يا السلاح اللي جنبك ده يا. ليه يا شبخ؟ ما الحاج قال لك ان احنا زملاء. زملاء؟ ده انتوا هيطلع عين اللي جابوكوا. يخص بتسرق مكان اكل عيشك دي شغلانه لمت يا جدعان. فين القيم؟ فين المبادئ؟ غلطه غلطه والبني ادم غلط. طب صدق تؤمن بالله؟ لا اله الا الله. انا لو عارف انتوا جايين تسرقوا والله والله ما كنت جنب البنك. صادق يا حبيبي. ما خلاص يا انت هتسحب. تحد هنا في البنك غير اللي في مكتب المدير فوق؟ لا 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 يا باشا، كل اللي في البنك فوق في اوضه المدير. خدهم يلا واطلعوا على الناس اللي فوق. لا 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 والنبي هبص ايدك. الناس اللي فوق عارفانا، ولو عرفنا كنت جاي اسرق البنك هيتخرب بيتنا. ما انت عايزني اعمل ايه يعني؟ اسيبك عشان تروح تبلغ عنا؟ اروح ابلغ اقول ايه طيب؟ كنت جاي اسرق بنك وناس جت سرقته مكاني؟ لا طبعا. طب اقول لك على حاجه، سيبونا هنا على حاطط ايديكم كده وانتوا وشوفوا اكل عيشكم واتكلوا على الله واحنا هنمشي وراكم. بقول لك ايه؟ خلص الكلام. هتطلعوا فوق يعني؟ هتطلعوا فوق خلاص.